زحلة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من فاست نيوز. إليكم أبرز ما حصل في الأسبوع الماضي. استقبلت الإعلامية إيلين النجم الكبير ماثيو ماكونهي في حلقة رائعة من برنامج إيلين شو. في الأول تحدث عن كيف قضى العطلة مع عائلته، فقال: لقد كان الأمر جنونيا، فقد احتفلنا بعيد ميلاد ابني، بعدها جاء الكريسماس، جاء ميلاد ابنتي، ثم عيد ميلاد أمي، بعدها عيد ميلاد ابن عمي. لقد ظل المنزل مليئا بالبالونات والزينة الخاصة بالاحتفال مدة أسبوعين أو أكثر. وفي وقت لاحق من اللقاء أكد أن ابنه ليفاي البالغ من العمر 10 سنوات يعشق فرقة BTS، وجن جنونهم في أحد حفلاتهم من جولة أحب نفسك العام الماضي. لقد قال ماثيو: كان ابني في المنزل يردد كل أغانيهم، حفظ معظم أغانيهم، حتى أنه يؤدي الراب باللغة الكورية. وعندما أراد حضور الحفل من أجل عيد ميلاده استحبنا عدداً من أصدقائه. لقد قمنا من مقاعدنا وبدأنا الرقص في حفلة بانكتان. لقد أمضينا وقتاً ممتعاً. ردت بيبي ريكسا بغضب على المصممين غير الراغبين في تحضير فستان لها بمناسبة الغريميز. لم تذكر المغنية اسم المصممين، لكنها ذكرت السبب. السبب كان أنها كبيرة جداً في جسمها. في فيديو تم نشره على إنستغرام تقول ريكسا: لقد تم ترشيحي للغريميز وأنا جد ممتنة، وعندما تواصلت مع مصممي أزياء ليحضروا لي فستانا للسجادة الحمراء رفضوا لأن حجمي كبير للغاية. لقد شعرت بخجل كبير واستياء من صناعة الأزياء عندما كنت أحاول معرفة ما سأرتديه لليلة الكبيرة للغريميز. أنا حجمي كبير صحيح، لكن لكل هؤلاء المصممين أقول تبا لكم، لا أريد ارتداء أزيائكم. كتبت عليه قائلة: آسفة جدا، لكن كان علي أن أخرج هذا من صدري. إذا كنت لا تحب أسلوب الموضة الخاص بي أو موسيقاي فهذا شيء، لكن لا تقل أنك لا تستطيع تلبيس شخص ليس بحجم عارضة الأزياء. حاولوا تمكين النساء ليعشقن أجسادهن بدلا من جعل الفتيات والنساء يشعرن بأقل من حجمهن. نحن جميلات في أي حجم، صغير أو كبير، وجسمي هذا ذو الحجم الكبير لا زال ذاهبا إلى الغريميز مع هاشتاج أحب جسمك. ولوحظ أن بعض المصممين اغتنموا الفرصة لاقتراح أزيائهم علنا على بيبي ريكسا. ديمي لوفاتو أشادت بما قالته بيبي ريكسا لأنها كذلك تعاني من نفس المشكل. فمؤخرا كانت قد غضبت لوفاتو بشكل كبير من أحد إعلانات لعبة على إنستغرام لأنها تهين بشكل مباشر وتشوه سمعة النساء ذوات الوزن الزائد، وعبرت عن استيائها على إنستا ستوري ولأن هذا الشيء يجعلها تكتئب أكثر. شكرا لأكثر من 182 ألف مشترك. You are the best. Thank you.